بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين. أما بعد، من نطيع إذا اختلفا؟ أطاع جراليكت، يطيع جراليدك. من شيء من نطيع إذا اختلفا؟ اختلف أم دوانا خلاف يعني ودروز وراجياب أم ألفي كتاي اختلفا بيضان ألفي اثنين دلالة لو تكاك أوي كاركيان أنجام داوة دوكس استكتو دلي ذهب بفتحة بائك وفتحة يعني الروي بلان ذهب يعني أم دوانا يعني أم دوان رويشتن جا من نطيع إذا اختلفا جرالي چه دكين اگر راجعين بو دروز بو ما بس يو اگر راجعين وان داكو باوك من دروز بو إذا تعارضت بول إذا تعارضت رغبة الأب والأم فأيهما نقدم ونطيع إذا تعارضت اگر تعارض يعني ليك جيربون اگر جيائي لرغبتي دايكو باوك دجيشي تعرض بالضبط يعني دجيشي اقر دجيشي لرغبت لويستي دايك باوكمان الأب باوكمان دايكمان دروس بو فأيهما نقدم كاميان بيش دخين ونطيع جرالي كاميان دكين لعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب على هذا السؤال لو أني أفر مديب يا مريخا صلى الله عليه وسلم ولامي أبرس يا رب داته فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيا هاتلايب يا مريخا صلى الله عليه وسلم فقال قتي من أحق الناس بحسن صحابتي أحق شايستتر شايستترين چه لها مخلق شايستتر من أحق الناس بحسن صحابتي صحابة ما مالا لقل كردن هاو ريتي كردن بجوان ما مالا كردن چه شاوترين كسا هتاوكو بجواني ما مالا لقل كم قال بيامري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي أمك دايكت قال ثم من بيامري ثم من دعي چه قال أمك فرموي دايكت قال ثم من فرموي باشان چه قال فرموي أمك دايكت قال ثم من باشان چه قال أبوك فجميع ما يمكن أن يعانيه الأب محسوس من قبل الابن هر معاناتك كباوك هيبي زحمتي قرسي هر قرسيك باوك تشتبيتي فجميع ما يمكن أن يعانيه الأب محسوس هست بكراوة من قبل الابن لا ينكر ركيه هست بيدك يرى أباه يتعب في عمله بابي دبينيك يتعب ما ندود به في عمله لكاركيدا ويلبي ولام دداتو جيب زيدك طلباته داوى كاريكاني بابي دبينيك داوى كاريكاني او جيب زيدك ولكنه ولام او كرا لم يرى امه دايتي نبيني وكتحمله في بطنها 9 أشهر بطن سكة نومانج 9 أشهر دايتي نبيني ولو كاتي نومانج لسي خوي داهلي قرتوه ولكنه لم يرى أمه تحمله في بطنها 9 أشهر ولم يعايش معايشة يعني لقل جيان ولم يعايش آلام أم لقل آزاركاني آلام
لا مكان دايتشي نجيا وحين ولدته لو كاتيك هنايتي الدنيا وآزار كان إلا دايك بوني درك بينا كردو ولم يرى نشي بني وسهر أمه شونخوني سهر شونخوني شونخوني دايتشي نبني والليالي الطوال لشو دريجا كان دا وهو يبكي لكاه دا أو دقريا يبكي دقريا من الألم لتاو آزار أو المرض لبرنا خوشي دايش شونخوني لك البدياريو لا يذكر شيئا عن أمه هيتي درباري دايتشي لبيرنية كوهي تنظف أقذاره نظف باتشي كردو لو كاتيك أقذار جمعي قذر في سايكاني باك كردو أو تحمله على كتفها لسر شاني هلي دقر أو تحمله على كتفها ليل نهار شورش ليل نهار شورش ولكن بلان ما المقصود مقصود مبست ما المقصود مبستي بهذا التفاضل بم بلاورت كارية بين الأبوين خوي الراسي ده تفاضل يعني فضل دان يشتيك بس ارشتش لي كده تفاضل بلام او خدي خوي بلاورت كارية تفاضل اويتو ها ناوكي بخويتي فضل يشتيك بس ارشتش كلام دي ام براورد كاري بين الابوين لنا وان دايكو باوغ ما بس ديتشي اهو في الطاعة وامتثال الاوامر ايام ما بس من اوية طاعة جراي اللي كردن امتثال اوامر فرمان برداري كردني كاميان لبيرشترا ام في الصحبة والاحسان اليهما يا لقلبونو تاك لقل كردن يقول الإمام أحمد رحمه الله الطاعة للأب والبر للأم أم سيظهر جوان جرالي بوباوكا شاكب ودايكا بوماناي تولى شاكا كردن دا زياتر بلاي دايك دا لارد بيو زياتر شاكا لقل هردو شاندكي والله شاكا زياتر لقل دايك دكي جرالي فرماني هردو تشيان لكي بلان جرالي كدن أساسيك وباوي وباوك وطاعة الوالدين واجبة طاعة جرالي كرني داي باب واجبة ولكن يترجح حق الأب على الأم في طاعة أوامره ترجح قرستربو بتاي ترازو قرستر كدوتري ترجحت الكفة أم كفة يعني أم تاي ترازو كقرستر يعني زالتر دبي لبيشتر دبي حق الأب ما في باوك على الأم بسر ما في دايك دا في طاعة أوامره لجرالي كردن لأنه ولي الأمر شنك أو خاوان فرمانا وإليه يعود النسب نسب يشبو أو دقرته أتوك ناي خد دلي ناي باوك دلي وذلك دون الإنقاص أو ببي إنقاص ببي كم كردنوي من حق الأم ببي كم كردنوي لما في دايك في الطاعة لجرالي كردن والتعظيم بقور دانان يعني أتو جرالي دايك شدكي ودايك شد بقور دانني بوان لبابتي جرالي كردن جرالي كردني باوك لبيشترة سوكا وتبان الطاعة للأب والبر للأم ويترجح حق الأم حقي ما في حق ما في دايك زياترة على الأب لما في باوك في التودد إليها لخوش يستني وإكرامها الرئيس دي قرتني دي دايك زياتر خوش بي الرئيس زياتر لو بقري والقيام بخدمتها هلصان بخزمة كردني والإحسان إليها تاك لقل كردني وذلك أمش دون الإنقاص ببيه كم كردنوا من حق الأب لما في باوك في التودد لخوشويستن والإكرام رزيقرتن والإحسان شاكل قل كردن يقول الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله دكتور مصطفى السباعي رحمتي أخوي لي بقصي جور جوان لك عدلي الأم دايك أقوى عاطفة سوزي بهيستر نحو الصغير بو بتوكا كم بس يبو من دالك والأب باوك
أقوى إدراكا درك كردني بمصلحتي بهيسترة بو ما ناي دايك لسوس بهيسترة باوتش لدرك كردن بمصلحتي من دالك بهيسترة والأب أقوى إدراكا لمصلحته ومن رحمة الله به بشر لرحمتي خواب لو لبسر أو من دالو توفيرهما له معا توفير بردست بون توفيرهما له معا معا بيكوا معا بيكوا أو من دالة هم سوزو حناني دايكي هبية هم درك بيكني باوكي هبية كهردو كانت هبو تو باشاي تو دولة مندي ويأتي أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابيك يعني دشتشير هات لاي في عمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي إن أبي بيغمان باوكم يريد أن يجتاح مالي أن يأخذ مالي ديوي مالكم بخوا أن يجتاح مالي مالكم زوتك فقال صلى الله عليه وسلم يا أمري خواه صلى الله عليه وسلم فرموي أنت ومالك لوالدك تو أنت ومالك مالكشت باركشت هي باوكتن رولا تو كي لراس باوكت بارت هي دا وباوكت ليه باري من بخوا فهذه شي تو باري تو أنت تو ومالك باركشت لوالدك هي باوكتن إن أطيب ما أكلتم من كسبكم طيب ترينشت باك ترينشت كخوار دبتان ما أكلتم من كسبكم أويل لكسبو كاسبي وبدستيناني خوتان بي وإن أموال أولادكم من كسبكم أموال باري أولاد كانتان من دالة كانتان من كسبكم لكاسبي خوتانا لبرستاني خوتانا فكلوه بيخون هنيئا عافيتان بي هنيئا يبنى عافيتي بي إن جاء أجر جليد لوهب وكسريع بسر وشكان ذات يا بريم بزانة ويان جد لها مو وأنا كان الرابر دون نقرتوا يا باش الجل نقرتوا يا هالجل نقرتوا يا باش ضبط دور نكردوا توا لبر أوي يستم يا ما هو دين جورج للتوازن رابقري هندي جار هندي لو أنا كان دوبارة وشبة وشا ورد جرين لك دانا ودكين بلام يعني براستكي اقر دواي شصو او اندوانيا بم لك دانا وخيراية تينا قيشتي ديارة مشكلة هي چونك تو دبي استا لزورك لو شكان تيبقي و زيادة الروي منكر دو اقر بلام صدا نودو هشتي وشكان اتو بيشتر ورد قرتو لغتنا مكا نبرنين أويش تفرمي سلم بيجا سرير تخت جد بزرگي رزق بخت سلم بيجا قادر مي سرير تخت تخت أو إنسان لسرير دادا نشي أو لسرير رادك شي أما سرير جد بزرگي جورا شتي جورا جد بزرگ وشيش فارسي يعني جورا جد بزرگي رزق بخته باش جد هم بابيره جد بابيريشه هم بابيره جد ننك جد بابيره جد ننك دقيق ارده دقيق ارده رقيق تنك رقيق تنك تنك رمس قبر جدث غورا عقاب هلو دراج بورا رمس قبر جدث قبر قورة عقاب هلو دراج بورة بور تيريك معلومة طبعا شبتي زاخة جوريش خوية شبتي زاخة عفص مازو دارك عفص مازو أدهم رشا أبلق بازو أبلق بازو أبلق يعني شتي رنج الرش وسفي بيتي قال لي رماش وبرنز بي أوا أوا أبلق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك